بدأت الأربعاء شركات طيران ساموا أو الناقل الرسمي لجزيرة ساموا والواقعة في جنوب المحيط الهادئ بدأت بفرض رسوم على تذاكر السفر وفقا لوزن الأشخاص. يعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في العالم، حيث بدأت الشركة بتطبيقه على الرحلات الداخلية في الجزيرة. أحد الركاب يقول: لا أعتقد أن هذا الأمر عادل، لأن الأشخاص الأكثر انحافة سيدفعون أقل من الأشخاص ذوي الوزن الأكبر مثلي أنا. رئيس الشركة دافع عن القرار قائلا أن هذه الطريقة هي الأكثر عدالة في السفر، مضيفا: عندما يعلم الناس أن الطائرة تعمل بالوزن وليس عن طريق المقاعد فإن ذلك سيسهل الأمر كثيرا بالنسبة لهم لفهم وإدراك أن هذا الأمر هو الأكثر عدالة في السفر. إدارة الشركة أشارت إلى أن نظام الدفع حسب وزن المسافر يعمل منذ عدة أشهر وقد بدأ الركاب يعتادون عليه. يقولون بأن أول شيء قد تخسره عندما تفقد وزنك هو حسك الفكاهي، ولكن مع شركة الطيران هذا قد توفر الكثير من المال.